وصبحكم الله بالخير. أول شيء نقول مبروك لوطننا الغالي، وكلنا فخر واعتزاز بما قامت به المملكة العربية السعودية من يوم تأسيسها، بما يقرب عن حدود 300 سنة إلى الآن، ونحن نعيش في مراحل تطور ونمو واستقرار، وهذه لله الحمد نعمة كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد اسمه سيدي الأمير محمد بن سلمان. نتمنى لوطننا ومواطنينا دوم الرقي والازدهار، والهيئة اليوم بموظفيها مشاركة في هذا الحدث المهم لنا جميعا كمواطنين، وكل عام ووطننا بخير. اليوم كان عندنا يوم وطني، كنا لازم كلنا انه نشارك فيه، نقدم اجمل شيء عندنا، ففكرنا فكره انه نخليها مسيره دراجات وتكون في مسار الهيئه، وعملنا عده نقاط قسمناها لخمسه مراحل. المرحله الاولى مرحله الدرعيه، المرحله الثانيه مرحله السعوديه الاولى، مرحلة السعودية الثانية، مرحلة السعودية الثالثة، ومرحلة التأسيس اللي آخر مرحلة. جانا التوجيه بالاحتفال بيوم التأسيس، وكانت مشاعر الفخر والفرحة بيوم التأسيس مماثلة للاحتفال باليوم الوطني، فكلها مناسبات وطنية للدولة السعودية اللي نحن اليوم نمثلها كطاقات سعودية. احتفلنا داخلياً بالماراثون الدراجات اللي شاهدتموه اليوم، طبعا مثلت الادارات كل اداره او مبنى اداري مرحله من مراحل التاسيس مرورا بها الماراثون، وكان ناجح وجميل كما شاهدتموه كتفاعل داخلي. بالنسبه للنشاط الخارجي، قمنا باعداد وثائقي بسيط سريع سيعرض يوم الثلاثاء على قنوات الهيئه او على تويتر ولينكد ان، يحكي الاهميه التاريخيه في تاسيس الدوله السعوديه والجيولوجية وأهمية تسمية أبرق الرغامة. فإن شاء الله يعجبكم، وسعيدين جداً أنه يكون لنا دور بالاحتفال بهذا اليوم المميز. يوم بدينا يوم التأسيس هي تتابع أجيال وتناغم ثقافات حتى وصلنا إلى هذا العهد الميمون، ولله الحمد. من يوم أعلن وحدد 22 من هذا الشهر يوم التأسيس، بادرت الهيئة عمل فعالية تكون متوائمة ليوم التأسيس، فاشترك بها 300 موظف من دراج ومشارك ومنظم، بحيث يتوائم هذا العدد مع عدد ثلاثة قرون من يوم بدأ تأسيس الدولة السعودية. اليوم نشكر هيئة المساحة الجيولوجية على إعطائنا الفرصة أن نشارك معهم في المسيرة الحلوة هذه، شكرا لهم. وزي ما انتم شايفين كانت المسيره مره حلوه، والدراجين لهم بصمه فيها الحمد لله. اليوم شارك معانا نحن عدد الشباب اللي معانا في دراج جده 2000 عضو، اليوم هنا شارك في المسيره معانا 500 عضو، والحمد لله كانت الفعاليه حلوه. طبعا بين الدراجين وبين الناس المشجعين اللي كانوا في المناطق اللي مرينا عليها.